السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي اخواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم حنان فلوغ. اليوم صراحه بوصفه جديده، غنديروا كيك بدون بيض بدون فرن بدون حتى شي حاجه، وكيجي رائع وكيحمر وجهكم. لكن جايينكم ضياف على غفله ولا على اي حاجه، مهم بغيتوا الكوتي شي حاجه كينفعكم صراحه وزوين، وحتى المكونات ديالو بساط وسهلين. قبل ما غادي نشوفوا المقادير كنبغي نقول لكم الناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه ديالي، مرحبا بكم، فعلوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد. والناس القدام دار داركم مرحبا بكم كذلك. ندوزو نشوفوا المكونات على بركه الله. انا هنايا احتاجيت جوج بنانات كبار، قطعتهم دي ترونش هكا وعصرت عليهم شويه ديال الحامض باش البنات ما يكحلش لينا. عندي هنايا نص لتر ديال الحليب، جوج ساشيات ديال الكاكاو، عندي هنا جوج معالق ديال الكاكاو المر، عندي معلقه اونص كبيره ديال الشكلاط. الصراحه البنات الا ما عندكم الشكلاط هكذا كريمي تقدروا ديروا دي مورسو ديال الشكلاط. عندي معلقه صغيره اولا معلقه كبيره ما عمرهاش ديال الزبده، عندي ثلاثه المعالق ديال النشا. بالنسبه للبنات اللي ما يكونش متوفر لهم النشا يقدروا انهم يديروا الدقيق الابيض، وعندي ثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده. الناس اللي ما كتعجبهمش الحلاوه يقدروا يديروا غير جوج، هو السكر كيبقى اختياري. هنايا عندي المول اللي غادي نخدم فيه، درت فيه واحد القطيره ديال الزيت وغادي ندهنو في الجناب وندهن المول كامل. هذا الشكل هذا. وغادي ناخذ البنات البنان ديالي، غادي ناخذ البنان وغادي نستفو في المول. المهم انا غادي نكمل التستف ديال البنان بهذا الشكل هكا ونرجع لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. كما كتشوفوا هذه الطبقه الاولى، من بعد ما غادي نزيد على البنان ديالي غناخذ ثلاثه المعالق ديال النشا، غادي ندير ثلاثه المعالق كذلك ديال السكر سنيده، غادي ندير جوج معالق ديال الكاكاو المر، وندير هاد لي ساشي ديال الكاكاو كذلك. بعد ما درت المكونات كلهم هنايا غادي نحرك بهذا الشكل هكذا حتى يتخلطوا لي هاد النواشف كاملين. غادي ناخذ شويه ديال الدقيق عفوا ديال الحليب، غير شويه. بسم الله، غادي نحرك هاد الشيء مع شويه ديال الحليب مزيان بهذا الشكل هكذا. ضروري البنات تحركوا مزيان لانكم عارفين مع مايزينا ومع الكاكاو سنيده ضروري خصكم تحركوا في هذه المرحله الاولى مزيان عاد تقدروا انكم تكملوا الحليب اللي بقى لكم. بهذا الشكل هكا دابا عاد يمكن لي انني نكمل الحليب كامل. دابا غادي نديرو فوق البوطه انه يغلى ليا شويه، ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله باش غادي ندير معلقه ديال الزبده وندير ياغورت ديال الشوكولات وندير معلقه ونص ديال الشوكولات. هانتوما حبيباتي كيف ما كتشوفوا، من بعد ما طفيت على الكريمه ديالي تتولي بهذا الشكل هكا غادي نزيد عليها
وهي سخونه معلقه ديال الزبده، غادي نزيد عليها معلقه ونص كبيره ديال الشوكولاط. هاد الشوكولاط كيبقى اختياري البنات، نتوما الا بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش تقدروا انكم ما ديروش عادي. وغادي نزيد كذلك ياغورت ديال الشوكولاط، غادي نخلط هذا الشيء هذا مزيان بهذا الشكل هكا. تيدوب ليا هاد العناصر الشكلاط والزبدة تدوب ليا وسط هاد الخليط لي أنا دابا. كنحركو بهاد الطريقة البنات باش متعقدش ليا متبردش ليا الكريمة ديالي وهي في الكاسرونة، حيت راه دغيا كتبرد. دابا غادي نخوي الخليط ديالي، بسم الله. على داك البنان هاد الشكل هكا نقادو، لان راه دغيا البنات كيجمد، من الاحسن انكم ملي تكونوا كتصاوبوه تقادوه دغيا. هاد الشكل هكا ونخليه على جنب حتى يبرد، ونعاود نقاد معكم الكريمه الثانيه الطبقه الثانيه. كما كتشوفوا حبيباتي الطبقه الثانيه غادي نحتاجوا ليها نصف لتر ديال الحليب، غادي نحتاج هنا الكيوي، غادي نحتاج البسكوي، اي بسكوي عندكم البنات، يمكن لكم انكم ديروا ديال الشوكولا، يمكن لكم ديروا عادي. غادي نحتاج كريم باتيسيير. انتم البنات في الاول انا استعملت النشا، دابا غنستعمل كريم باتيسيير. وغادي ناخذ 3 ديال المعالق اولا 4 ديال السكر سميده، ناخذ سكر سنيده معلقه الاولى الثانيه الثالثه نزيد رابعه، لان في الاول جاتني شويه الحلاوه ناقصه وانا كتعجبني الحلاوه. غادي ناخذ 3 ديال المعالق ديال لا كريم باتيسيير، لا الاولى الثانيه الثالثة. يمكن لكم البنات انكم كذلك تستعملوا غير مايزينا اولا الدقيق في هاد الطبقة الثانية، ولكن كيبقى داكشي اختياري على حسب نتوما شنو كتبغيو. غادي نحرك هاد لاكريم باتيسيير وسنيدة، غادي ناخد بسم الله غناخد شوية ديال الحليب كذلك عاوتاني باش نحرك هاد المكونات. نغطي شويه غادي نزيد الحليب اللي بقى ليا كامل، غادي نستمر في التحريك هكذا بهذا الشكل هكذا، وغادي نديرها فوق البوطه كذلك تعقد ليا باش غادي ناخذ البسكوي ديالي نستفو على الطبقه ديال الشكلاط اللي انا درت من قبل معاك.
انا غادي نديرها طيب. ديجا انا قلت لكم من الاحسن انكم ديروها هكا بلا كريم باتيسير، ولكن اللي ما عندوش يمكن له انه يدير غير مايزينا ولا الدقيق. هانتوما كما كتشوفوا هاد الطبقه الاولى نشفات ليا، غادي ناخذ هاد البسكويت هذا بلا ما تفزقوه البنات لا في حنا بلا والو، لان ديجا هاد سميتو فازقه وغادي تزيد تفزق لنا البسكويت، دونك بلا ما تحتاجوا انكم ديروا ليها لا حليب لا والو. شوفوا بهذا الشكل هكذا مهم على هاد الشكل هكذا. وغادي نخلي الكريمه ديال الطب ومن بعد ان شاء الله نرجع ليكم. كما كتشوفوا حبيباتي هذه هي الخليط الثاني ديالنا ديال لا كريم باتيسير والحليب. في الاخير منين بدات كطيب ليا كدير دوك الفقاعات زدتها معلقه صغيره ديال الزبده. وغادي ناخذ المول ديالي بسم الله ونخوي على هاد البسكوي ولا الطبقه الثانيه ديال الشوكولات بهذا الشكل هكا. خصنا دغيا نسربو لان كتبرد لينا دغيا دغيا، الا حاولنا اننا ما نزربوش بحال هكا غادي تبرد وغادي تجينا صعيب اننا نقادوها. باش ناخذ شي معلقه ولا سباتول ولا اللي عندكم قادو بهذا الشكل هكا. غادي ندير هذه باش نضرب عليها هكا بهذا الشكل. تبارك الله شي وخدامه الريح كاين، الله يرحمنا الله يعطينا على قد النفع الحمد لله عليها صراحه. قدها بهذا الشكل هكذا صراحه البنات كتجي رائعه وبلا مجهود بلا حتى شي حاجه كتجي سهله. ندير لها هكا وغادي ناخذ هذا الكيوي ديالي اللي انا ديجا قطعت غادي نستفو عليها. شكرا هكذا مهم انا غنكمل بهذا الشكل هكا ونرجع لكم من بعد ان شاء الله. كما كتشوف حبيباتي كملت لها الكيوي، درت لها 4 ديال الكيوي 5 ديال الكيويات قديتهم على هذا الشكل. دابا غادي ندير لها فيلم ليمونتير بسم الله وغادي ندخلها للثلاجه باش ما تديرش لي ديك القشره ديال اللي كتكون الفوق. وغادي ندخلها للثلاجه لمده ديال ساعه ساعتين على حسب، الا ما كنتوش محتاجينها يمكن لا ما تبقى ساعتين او ليله كامله. يعني من الاحسن انكم تغطيوها بالسلوفان بهذا الشكل هكذا. وغادي ندخلها للثلاجه وان شاء الله نرجع معكم ملي نبغي نقدمها. كما كتشوفوا اخوتي خواتاتي هذه هي الكيك ديالنا او التحليه ديالنا.
لي بدون بيض بدون فرن، كتجي على هذا الشكل هكذا. الصراحه كتجي رائعه، وحتى داك الزيت اللي كندهلو هنا كندهنو في المول ديالنا كيساعدنا اننا منين كنبغيو نحيدو الكيك كيتقلب معنا بكل سهوله، كيجي على هذا الشكل هكذا. انا غنقطع معكم واحد المورسو باش تشوفوا معايا كي تجي من الداخل، كتجي صراحه رائعه. ونتمنى من الله انه ينال الاعجاب ديالكم الفيديو ديالي، ونكون عند حسن الظن ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش في القناه فعلوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد، وشكرا لكم على المتابعه ديالكم، والى فيديو جاي ان شاء الله. انا غنقطع لكم واحد المورسو باش تشوفوا كيفاش كتجي الكيك ديالنا. دمتم في رعايه الله وحفظه.